لا لا لا، ده بعد إذنك، بعد إذنك خليني أخد الحلوة دي. يلا كلها. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا هعمل تحدي الفزورات، بس مش اي فزورات، فزورات للاذكياء. تمام، وكل واحد ليه بقى 5 محاولات. هيخسر هناكل طوم 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 ناكل طوم، يعني هننتوه. هننتوه عامل شكله زي شكل الحجر الابيض، مش كده؟ ماشي، انا هعمل حجر ورق مصر. بس اول حاجه انا هقشر الطمايه. تمام تمام بقى، قشرنا الطمايه، هي ايدي لزقت. مش هنعمل حركه ورق حركه بامانه، كل مره اقولها حركه. حجر ورق مصر، حجر ورق مصر. يلا يلا ماشي، هشوف. يلا ما ينفعش، بس بأمانة ما هيعرف. ثانية اشوف لك كده اصعب. بص اشوف لك كده وحلوة شوية يعني، وانا بقى هألف كده واحدة حلوة شوية. انا لا اتكلم، لا اني حينما اشبع انطلق دائما بالصدق، ولكني عندما اجوع انطلق دائما انطلق كذبا، فمن اكون؟ فهم؟ يعني لما يعني ماشي فاهم. ايه هي؟ انت شفت الحل؟ انا عارف الحل. قول كده بسرعه بسرعه، علشان يعني هو بيجوع فبيكون كده جعان يعني كده. يعني بص هسهلها لك شويه، هي لما بتوصل للساعه 12 بتعمل تين. قدامكم يا شباب، قدامكم قدامكم، انا قدامكم. انا اعتقد ان مفيش اي حد يعرف، كلنا مش عارفين. فوق اهي في الصورة، اهي اهي فوق، اهي فوق. يلا استسلم استسلم استسلم. صعبة جدا الساعة، الساعة انا قلت بتوصل للساعة 12 وبترن. اول حاجة يلا اندخها اندخها يا حبيبي، كل حاجة. حتة واحدة، لا خد حتة. ايوه حتة واحدة، لا اصغر حتة اصغر حتة اصغر حتة اصغر حتة، دي احسن حتة واحلى حتة. لا هاكل بنفسي. افتح بقك، افتح. اشمعنى انا هاكل بنفسك؟ افتح حباها. لا كل اندخ اندخ، لا اندخ. لا لا ما حرقت بقي، مش هقدر اندخ. هذا براها. اشرب ميه. هرجع، انا خايف، عشان لو هو اكل اكلها انا هاكلها. انا لازم التزم بالتحدي. خذي بس معلش. يا ساتر، خد قول لي واحده بس سهلها سهلها شويه. بص انا هقول لك، بص هقول لكم نصيحه، لو في حاجه مش حلوه طعمها مش حلو اعملوا كده وكله، مش عشان مش سبب ريحه، مش سبب ريحه ابدا، لان حلقكم مش هيقدر يدوق الطعم، مش هتقدروا يعني فاهمين، تاخدوا لازم تاخدوا نفس من المناخير يعني. اعملوا كده وكله مش هتحسوا بالطعم، بس سهلها شويه زي ما انا سهلتها لك. استنى دوري على واحده حلوه. ماشي. انا لي راس ولكن ليس لي عين، وهي وهي قالت ان انا لي عين وليس لي راس. ماشي. الدبوس والايه والحقنه. الدبوس الدبوس ثانية، لا مش هشوف الحل. انا واحده انت الدبوس قلتها. لاني بصراحه شفتها لو انا بشوف الاسئله. الدبوس دي حاجتين ما ينفعش حاجتين، فانا هقول واحده لان كده ما ينفعش. وهي كانت الحل هو يكون الدبوس وهي تكون الابره. هي حاجه واحده، هي حاجه واحده. خلاص انا هقول لك بقى، انت اللي قلت لك. انا جسمي مليان بثقوب ولوني اصفر، وبشفط الميه لما بتتمسح. 75% دي بتتمسح بيها حاجه. ايه
ثانيه فينها بمسح بيها بتتمسح بيها حاجه اسمها ايه؟ ماش. لا بنمسح بيها ميه يعني برضو في ميني كرافت عارفين اللي اسمها اللي بتشفط الميه اللي في الميه اللي فيه. الايه اللي هي الكوبايه دي بتاع دي كوبايه ايه بتشفط الميه بتمسح البتاع اللي هي اسمها ايه دي اللي هتقولها سبونج هو بصراحه سبونج شاطر سبونج يعني سبونج يعني ايه سفنج يعني مش فارقه يعني هبدا انا قول لي واحده سهله ارجوك ماشي انا شيء كلام كلما اخذت مني جزءا ازداد حجما اكثر فمن اكون كل ما خدت مني جزء سبزت يعني كل ما خدت مني حته ايه لا ما تبصش انا بشوف الحل هلا صدقوني يلا شايفينها لا لما اخذت مني جزء ازداد حجما اكثر الميه الميه بنغسل بيها الورده كده غلطه لا يا ساتر يا ساتر بقى بينا بقى بينا بكره هي ثلاث محاولات خليها ثلاث لا 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 دي سهله قوي سهله على فكره الطينه السؤال ده مره اتسال لي من سنه بس انا مش استنى كده اشوف اقول لك لا الطينه بس هي حاجه قريبه من طينه ميه لا يعني شبهها قوي كده انا كده شكلي غلطت ثلاث غلطات اعتقد يلا هقول لك لا انا لسه ما استسلمتش انت عاوزنا نستسلم بالعافيه هي يا شباب سلام ساره لسه ما استسلمتش الورده غلط أربعة. الوردة بتاخد منها جزء بتموت خالص باخد منها جزء بتموت كل ما خدت مني جزء زدت هقولك اصبر النار 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 بتتاخد منها جزء هقول لا وريني الحل هو ثانية فين انا اكون حفرة طب ايه ده لا ازاي الحفرة بناخد منها بتزيد مش انت بتحفر كده المكان بيوسع يلا خد التومية ده انا حسيت ان انا هرجع بقى يعني انا بترعش بس الله يا ستار التليفون اللي انا بصور بيه التليفون فصل في اللقطه اللي انا كنت لسه هاكل فيها الطومه الحمد لله لاحظتها كنت لسه هلاحظها تمام انا ولا عمري ندخته ما دقتوش ولا عمري دقت من جوه لا خد اكبر واحده زي ما انا خدت اكبر واحده مفيش هي اكبر واحده خلاص هاخد دي حلوه قوي يلا. لا 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 بعد اذنك خليني اخد الحلوه دي يلا كلها طبعا يا شباب انا مليت ميتي عشان لو انا غلطت ممكن اشرب نقطة صغيرة يا لهوي يا لهوي مفيش حد يقدر ياخدها يلا يا لهوي صعبة بتحرق بقوة كده طيب ليا اسنان لكن ما بقدرش اعض ولا بقطم علشان لا مش علشان حاجه انت كده غلطت في واحده
سناني ضعيفة. غلط. اتنين. صعب اوي. فضورات صعبة. يعني حاجة لها سن بس مش بتقدر تعض ولا تقطم. وبن يعني الحجرة. وبنصر ايه؟ ما تكمل في الجملة. ايه بنصر دي؟ بنسرع يعني. اضيف ليها ها. بنصرح ايه؟ بنصرح شعرنا مثلا. يبي يبي. ايوه بس ايه هي؟ بنصرح شعرنا. مش عارف. طب اهو قول لكم اهو. يلا. مش عارف انا. طبعا انا عاملها كتابة هو مش شايفها طبعا. يلا هتستسلم؟ يعني حاجة بنصرح بيها شعرنا. ايه هي؟ عارفين يا شباب انتوا؟ مشت. بنصرح بيها شعرنا. طب ما تقول مشت من الاول يا حبيبي. عيب بقى. وانت خرجت من الموقع. انا مصنوع من الماء، ولكني مع ذلك اذا وضعت فيه ماء اموت فمن اكون. شوف كده الحل عشان فين انا مصنوع. يلا النار. يلا النار. غلط. تلج. صح. فين الحل؟ هو انا متقل. انا مصنوع من الماء. هو انا اكون سن. يس يس. ايزي ايزي. ماشي. قصدي انا اللي اقول لك. انت ايه تقول لي؟ انا امتلك اوراق ولكنني لست بنبات. يعني انا معايا. انا امتلك اوراق ولكني انا مش نبات. وامتلك جلد ولكني مش بحيوان. كما انني من الاعلام ولكنني لست بإنسان فمن أكون. يعني حاجة فيها ورق وبتصنع من الجلد. اهو بصوا اقروا كل ده عشان تفهموا. آلة. ايه آلة؟ آلة ايه؟ يا ربي. هي حاجة ليها ورق. ربنا. حاجة ليها ورق وبتعلمنا كده. بتغلط. لها ورقه وبتعلمنا. كتب. فردي. يعني ايه؟ نعم نعم. صح. هو الكتب يعني مش لازم يقولها بالفردي. دوري دوري. دورك. ماشي يلا. ماشي. عايز واحدة كده. بص انا اوريهم. بصوا كل دول كل دول الاسئلة اهو. اطلع لفوق شوية. كل دول الاسئلة اهو. وانا هختار. هتختار سؤال كده حلو كده. انا ملكك انت ولكن جميع الناس تستخدمني دون اذن فمن اكون. ثانية. الاسامي. الاسامي لاني شفتها يا شيخ. ده هقول لك انا بقى. لا ده دوري. استنى في دي انا مثلاً انا اقدر اشيل حاجات. انا اقدر اشيل حاجات تقيلة لكن ما بقدرش اشيل المسمار فمن اقول. ايه عندك خرقة؟ وضعيف. غلط. مستحيل مستحيل مستحيل. انا اكون لا 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 لا. انا بص نفسي تستسلم وتاكل تانية. انا بص السؤال ده ولا اسهله في اي حاجة. استنى ايه بقى اكون يعني قدامكم اسهل حاجة. ايه ده؟ لا دي مش اصغر. دي حلوة. انا ماشي. لا ثانية. ايه ده؟ دي قشرة. ايه القرف ده؟ خد دي.
بص هياخد اكبر واحده وانا هاخد اكبر واحده. حط الطبق، خد مني الطبق، خد مني الطبق، ثواني خد الطبق عشان اقدر اكل. بص مش مش تكتم من اخيرك، استنى حط المعلقه هنا، افتح احط الغطا، حط الازازه بس عشان اكتم من بجد بجد. تحس انكم هترجعوا لو دقتوا ده. كان الصح ايه؟ البحر، يعني البحر البحر بيشيل خشب، بيشيل حاجات تقيلة، ما بيشيلش مسمار، والمسمار حاجات تقيلة خفيفة. هو بقى بحر. طب سوينا جست نص لعبتي بقى، انا هدورلكم حاجة. ايه الفيديو ده هعمله حوالي نص ساعة، ده انتم ممكن تلاقوه 10 دقايق. يعني احد ابناء امك واحد ابناء ابيك، وهو لا يكون اخ لك ولا اخت لك، فمن يكون؟ لا لا بجد انت اخترت اصعب واحدة. لا بجد صعبة، بجد صعبة، صعبة جدا. ايه صعبة جدا؟ ثانية واحدة، انا لسه ما كملتش، ما فيهاش انا اصلا. يعني غلط. قاربك غلط، يعني غلطتين. طب ايه ثانية واحدة، ايه يعني سهلها لي شوية. يكون بس وآخرها كلمة، يعني كلمتين. ويكون اسمها، ويكون ايه يكون بس آخرها واحدة تانية. يكون شوف يا ربي، سهلتها لك قوي، سهلتها لي. انت قول ايه هي، سهلت لي ايه الكلمه بتاعت يكون دي؟ قول يكون. يكون اخ مزيف. غلط. يكون ليس ابوك. غلط. انا قربت. لا لا مش هستسلم. يكون احد صح. غلط. كانت ايه؟ يكون انت. مش فاهم. يكون انت. انا قلت تومه كده حلوه، تومه جميله، مقرفه، طعمها بيحرق، كل حاجه بقى. ماشي. وبعد التوميه دي 40 دقيقه اصلا. 40 لا 20. يا لهوي طعمها صعب. ماشي. طعمها صعب، طعمها صعب، طعمها صعب، طعمها صعب بجد، طعمها صعب. طبعا شباب هقف لحد هنا، اعملوا لنا لايك وسبسكرايب وتشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد مننا. وبسبب الطمايه دي، دي مغرفة. ماشي عشان نوصل لكم كل جديد منا كده، تشتركوا وتفعلوا ويلا سلام.